أمد الناس يجوا عندنا تبارك الله. أنت كتشوف حنا غنبداو تاني الخدمة ديالنا، تشوف الخدمة التقليبة كي دايرة. كي 17 عام ولا 18 عام باش كندير هاد المهنة هادي، وكيجيو عندي الكليان ديالي وداك الشيء هي، وكنخدموا بهاد الحجرة أحسن من ديك ديال الضو. سمعتي؟ عندنا الكليان والوليدات تاهما ولاو يخدموا هاد الشيء، تاهما كيعاونونا كيخدموا معانا تاهما. إيوا هاد الحجرة مهمة، ماشي بحال ديك الحجرة ديال الضو. سمعتي أخويا؟ عندنا الكليان كيجيو، عندنا الكليان ديالنا خاصين. شويه تجي تبارك الله ما لقاش فين غادي توقف كاع على الكليان وداك الشيء. هذه ما كتحركش الموس، هذه كتمضي والموس ما يتحركش، ما كتحيدش منه ديك الهند اللي فيه، كيبقى الموس يبقى مزيان. هذيك ديال الضو كتشوط هذيك الكره اللي كتكون في اسمو عليه ما كتبقاش. وهاد الرحاله هذيك حنا كنا تنعقلوا عليها كانت كبيره وكانت كروسات الظرف الصناعي. اييه دابا ولات صغيره. لا ما صغيره ما والو، هذيك ما صغيره الحجره ما والو، غير هي دابا صابوا لها الكاروسي هذاك الكادر ديالها، كادر مهم وزوين، ماشي داك الشيء تنظم تبارك الله. فين ما مشيتي داك الشيء تنظيم زوين ونقي. دابا تطورات الوقت وداك الشيء زوين. شوف تبارك الله كي داير داك الشيء، داك الشيء اللي مدقق وزوين وبلورمات و بعد ما تتسالي هاد الايام ديال العيد. نعم. اش دير بهاد الحجره هادي؟ الحجره كنشدها ندير لها الزيت، نزيت لها الورمات ونصاوبها ونصبغ دوك الحديد ديالها باش ما يصديش شاي، وكنطرفو في البيت ديالو خاص باش ما يتوسخ، ما يبقى العام الاخر ثاني نجبدو ونمسحو ونبداو خدامي. شنو المهنه اللي تتولي عندك من غير هاد المهنه ديال التقليد؟ المهنه عندي قهواجي في السوق، كندير داك الشيء ديال الكوامل ديال الكرعين الجمال كرعين البقري بالحمص باللوبيا وتاي وداك الشيء، هذه هي المهنه ديالي في السواق. شنو السبب اللي تيخليك دير هذه المهنه؟ مهنه كنحلقوا فيها تبارك الله، كنجيبوا فيها قيمه العطريه وقيمه الدقيقه وقيمه سنه. ايه كنحلقوا تبارك الله، عندنا الكليان ديالنا كنخدموا بالمعقول. ايوا هذا الشيء اللي قسم الله هو. كنت انا خدام مع واحد الراجل وعاودك الراجل وراني وداك الشيء، ودابا الدراري ولادي كلهم تبارك الله كاين ثلاثه الدراري كلهم خدامين معايا. انا كنقرا عزيز عليا هادشي اللي كيدير الجد ديالي، كنجي من العام لعام نعاونو فيه كل عيد، ومنا حرفه كتعلمها ومنا كنصور طريقة خبز، منا كنونسو جدي. كي تيبان لك المستقبل ديالك؟ هاد المينا ما بقاش لا حيتاش صافي دخل لك شي ديال الشينوا بزاف، ما بقاش ولات ما بقاش لا مستقبل كيبان لي مزيان، كيبان لي غتنقرض. المينا ما بقاش شي حاجه قديمه يعني، شي حاجه لي بروفيسيونيل. ايه غيبقى حتى هو من جد لجد، حتى هو الوليدات حتى انا نوريوها الوليدات لو بقينا ان شاء الله. ديالنا 50 دراهم من الموس كيف كبير كيف صغير، سمعتيني؟ ما كنديروش ليهم فرق. عاد الناس اخرين كيطحنوا بجوج دراهم ثلاثه دراهم، وين اذا كان طحين كله حسابه فيك بسم الله.